حميه خوش وبها عباره مزاني واف جمعيه خيرت دي فقيره وسيويه وجنوبيه حميتك بي مرتاحن وافتقا غراد وارن مشوار الحميات وزعيني تايتا فاروجين وفرانا ددن جاميري محتاج ودي خيرا حميا جبن بسيد وزعيني ادريكي ويحمي جاميرة. نحن هلا بشهر رمضان الكريم متواجدين هون بجمعية الأمل، هي من أحد الجمعيات اللي دائما تدور ورا الفقير وتساعده بالسلة الغذائية بالمعونات بالشي قدر المستطاع، تساعد الفقراء والمحتاجين من أهالي مدينة ديريك والنازحين لإلها، والله يعطيهم العافية والله يوفقهم، وبطلب من أهالي ديريك ونواحيها قدر المستطاع أن يساعدوا هالجمعية لأنه جمعية خيرية ودائما هي عم تساعد الفقير وتدور على أصحاب الإعاقات وأصحاب اللي ما عندهم دخل. أس خديجة حميمة اندامكش اندامة جمعية أمل، جمعية أمل راستية في شغلي هاي ذاك مبكري نوكا مبكرية أم بينج جنن أم كاري ذكن دفي جمعية هنيدا راستي جبر بديد إنه روشا روش آفا روشكي قلكي قهاية أسطنقي كدا، فما خص أم قلكي آري كاربن إنه كوج برارة نازحارة أف خلكي كو شهيد كاتين زاروكي وماين بيكس وبيخوي، فما ديد إنه واجب السرماش أركي مايا إنه في جمعية هنيدا كنش بو أم آري فقير رابكن وراستي تشتم تقدمين نجي يعني ام بيجن ما هناك ما بالغي مالينا ام بيجن منظفات سل غذائنا جانا غوشتا فام دنجي خوبات كن ملاتي ما كرد انه حميمه راري كان ربن انه بكار في جمعيه هاني ام قالك بيش بخن وجبر انه راستي شغلي ده هزار ناف جمع مسجلا وحميجي امش وضعي وتحققنا ام تاكد ان كاف كس محتاج فقيرا فانه المراه اري كاربن خاصه ها هيفا رمضانية هيفاكي بي روزا راسي عالم تخسير ناكي ام قالك سباسيا فا كاسيكو مرا اري كاربين و اري ملات كرين و فقيرا فا كوجبرا كرين بس ام تخوازن لو هيجي انو فضلي رمضاني ها و قالك انو في هي بداية خرابكي ام حميج زان انو ان شاء الله اجري ومضاعفة وان شاء الله خذي تعالى كي ميزان حسناتي وادا